أنا هخش في الموضوع على طول. أولاً خلونا نرحب جداً بدكتور نفرة صابرين مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي. ده أولاً. إزاي صحة دكتور؟ الحمد لله. عاملة إيه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. إيه القصة بتاعت طريقك أمان دي؟ طريقك أمان دي واحدة من المبادرات اللي أطلقتها معالي وزيرة التضامن لمد الحماية وتمكين العمالة غير منتظمة. سيادة الرئيس مع كورونا وجه بوضع آلية مستدامة لحماية العمالة غير منتظمة، وبدأت الدولة تفتح الملف هي مين العمالة غير منتظمة. العمالة غير منتظمة هي العمالة اللي ملهاش عقد عمل مكتوب، وملهاش صاحب عمل ثابت، وملهاش أجر ثابت، وملهاش مكان عمل ثابت، واللي تم إدراجهم وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون العمل. بدأنا أول مبادرة، المبادرة الرئاسية لتمكين العمالة غير منتظمة. أول حاجة الدولة يعني صرفت حوالي 6 شهور دعم للعمالة غير منتظمة خلال فترة كورونا، صحيح، وده كلف الدولة 6 مليار. ومن هنا بدأنا نفكر إزاي نحط آلية مستدامة، يعني بحيث أنه لو حصل أزمات متتالية أو شبيهة زي الأزمة بتاعت كورونا أو أزمة اقتصادية، إزاي يبقى في آلية تحمي العمالة دي. العمالة دي لو بنبص على حجمها يعني وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتتراوح من حوالي من 10 ل 12 مليون عامل. فهم حوالي أكتر من 50% من القوى العاملة في مصر عمالة غير منتظمة. بدأ يعني يتم تسجيلهم حاليا خلال فترة كورونا. المنحة ال 500 جنيه المنحة الرئاسية تم تسجيل حوالي زي 6 مليون عامل. بدأنا نشتغل بقى عليهم ازاي بقى نمدلهم الحماية. هم بيتكونوا من قطاعات كتيرة، يعني زي ما حضرتك اتفضلت قلت عمال المقاولات، وعندنا عمال الزراعة، عمال الصيد، عمال تدوير المخلفات، عمال النقل، وعندنا عمال الدليفري أو عمال التوصيل، والناس اللي شغالة في بيع التجزئة، والناس اللي شغالة في مجال التزيين. وفي بعض الأحيان زي يعني بعض الفئات ممكن الناس ما تتخيلش ان دي عمالة غير منتظمة، زي الفنانين، أعضاء النقابات الفنية فيهم جزء عمالة غير منتظم، المترجمين فيهم عمالة غير منتظمة، هو بيشتغل فريلانسر، الاستشاريين اللي برضو شغالين في بعض الجهات سواء الحكومية أو مع القطاع الخاص، ما برضو عمالة غير منتظمة، ممكن يجي يعمل عقد استشاري، ممكن في بعض الأحيان ما يبقالهوش عقد وبيبقى الفترة مؤقتة بتنتهي وخلاص، وهو كده مش متأمن عليه. طالما مش منضم لنقابة مهنية مثلا، أو هو واخد ترخيص أو تصريح مزاولة عمل من القوى العاملة، بيبقى صعب إن احنا ندخله على منظومة التأمينات الاجتماعية. ومن هنا بدأنا نشتغل عليهم مبادرة ورا التانية. بدأنا بالمبادرة الرئاسية بر أمان، ودي كانت خاصة بصغار الصيادين، تم استهدافها حوالي 42 ألف صياد في حوالي 9 بحيرات داخلية ومحافظات نهر النيل، وزعنا لهم مستلزمات صيد، وفي نفس الوقت كوننا قاعدة بيانات خاصة بها، بحيث انه احنا بنشتغل اهم حاجة بالنسبة لنا دايما قاعدة البيانات. حضرتك من غير البيانات ما تقدرش تقول هو مين مستحق، ومين يقدر يتم ادخاله منظومة التأمينات الاجتماعية، ومين اللي يقدر يبقى قادر على ان احنا نبدأ نشغله ونعمل له فرص تشغيل، سواء تشغيل لدى الغير او ان هو ينشئ مشروعات متناهية الصغر. فقاعدة البيانات كانت اهم حاجة. خلصنا المبادرة الرئاسية بر امان لصغار الصيادين، بدأنا ندخل على مبادرة اسمها تتلف في حرير، دي خاصة بدعم صغار المنتجين او الصانعين بتوع السجاد اليدوي والكليم. وبدأنا المرحلة الاولى ان احنا وزعنا انوال وخامات، وكمان بقينا ندعم الجامعات الاهلية بمصروفات تشغيل. ثم ثالثها بعد كده مبادرة تانية اسمها أصلها مصري، خاصة بالناس اللي عاملين في مجال التزيين والتجميل اللي هم الكوافيرات. وبعد كده أخيرا يعني معالي الوزيرة من حوالي 10 أيام أطلقت مبادرة طريقة كمان، دي لعمال التوصيل. احنا بنبدأ نتواصل سواء مع المجتمع المدني أو القطاع الخاص في ازاي نبدأ ندرس فئات العمالة غير منتظمة، لأنه كل فئة مختلفة عن التانية وليها خصائصها وليها مشاكلها الخاصة بيها، وعشان نبدأ نصمم منظومة حماية ليهم لازم نتعرف في الأول على المشاكل وتقديرات ليهم، هم بيشتغلوا فين ومنتشرين في أنهي مكان، وفي نفس الوقت ازاي ندخل لهم، لأنه
مشكلة ان هم مش منظمين، ما لهمش نقابات خاصة بيهم او تجمعات او حتى ممثلين ولا حتى ممثلين عنهم نبدأ نتكلم معاهم. فبنحاول بقدر الامكان ان احنا نشتغل مثلا مع بر امان الخاصة بالصيادين، اشتغلنا مثلا مع جهاز تنمية الثروة السمكية والجمعيات التعاونية لصائدي الاسماك عشان نبدأ ندخل لهم مع تتلفف حرير. بدأنا نشتغل مع غرفة الحرف اليدوية في اتحاد الصناعات، وبدأنا نشتغل مع الجمعيات الأهلية اللي هي لها مجال وخبرة في هذا المجال. بدأنا نشتغل مع شعبة الكوفرات في اتحاد الغرف التجارية. طريقك أمين بدأنا نشتغل بقى مع القطاع الخاص. طريقك أمين هي الهدف منها إن احنا بنوفر مستلزمات حماية ليهم، لأنه بيشتغل على الطريق وبيتعرض لإصابات عالية، وخاصة الناس اللي بتشتغل على الطريق السريع فهو بيتعرض لإصابات، فإحنا بنحاول نوفر له حاجة حماية أو سيفتي. وفي نفس الوقت كان ليهم مطالب عديدة، أنهم عايزين يتأمن عليهم وعايزين ياخدوا تأمين صحي أو رعاية صحية، وعايزين يبقى ليهم تجمع نقابة أو جمعية أهلية. وفي نفس الوقت هم محتاجين ان هو يوفر له وسيلة انتقال، لانه في بعض الاحيان، وده اللي لقيناه في السيدات، لانه في سيدات اصلا شغالة في هذا المجال، وفي بعض الاشخاص من ذوي الاعاقة برضو شغالين في هذا المجال، فبيبقوا محتاجين دراجة نارية او يعني سكوتر عشان يستخدموه في الانتقال. فهو ده كانت اهداف المبادرة بشكل عام. واهم حاجة دايما في اي مبادرة احنا بنبدأ نطلقها ان احنا لازم نشتغل على قاعدة البيانات. طب ده كلام مزيكا بالنسبة لي جدا يعني، بس يمكن انا هفكر مع حضرتك بصوت عالي. انا اظن ان جزء كبير من الولاد والبنات اللي بيشتغلوا في مهن التوصيل ده محتاجينه هو التأمين عليهم ضد الحوادث وضد الاعاقات الجزئية والكلية وبعد الشر عن الجميع، تأمين على الحياة، لانه هو جزء من مهنته بيتعرض لمخاطرة ما. فهل ده موجود في رؤيتنا لتأمينهم بحيث انه يبقى بجد طريقه امان؟ حضرتك ده هو دلوقتي وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، هو يعني العاملين في مجال التوصيل بيختلف هو في أنهي شريحة، بمعنى هو بيشتغل ازاي. هو ممكن يشتغل من خلال الابليكيشن، او ان هو يروح لصاحب سوبر ماركت او صيدليه او مطعم ان هو يشتغل. وفي بعض الاحيان الشركات بقى اللي شغاله في هذا المجال بتشتغل مع شركات تعهيد، فهي اللي بتورد لها العماله، وفي الحاله دي بيبقى في عقد. فهو لو هناك عقد موجود وهناك صاحب عمل، فهو بيدخل حاجه اسمها بنقول عليها تامين لدى الغير، وده بيبقى متغطي ضد اصابات العمل والمرض والعجز الجزئي والعجز الكلي، وكمان تامين بطاله. لو هو شغال ومعاه رخصة قيادة مهنية فهو نعتبره يعني صاحب عمل أو عامل لدى نفسه، بيتأمن عليه برضو ضد إصابات العمل وضد العجز الجزئي والكلي، وكمان بيبقى فيه الشيخوخة اللي هو بتوفر له معاش. لو هو بقى ما عندوش لا رخصة ولا هو عنده عقد، هو كده في الحالة دي عمالة غير منتظمة، بيروح يأمن على نفسه ان هو عماله غير منتظمه، والدوله بتدعمه بتدفع له حصه صاحب العمل. طيب هيروح فين يامن على نفسه باعتباره بيروح عمل غير منتظمه؟ اول حاجه لازم يثبت في البطاقه بتاعته او في الرقم القومي ان هو عامل توصيل كويس. بعد كده توجه لمكاتب التامينات ويبدا بقى يستوفي الاوراق ويامن على طب نفسه. انا علشان احط في الرقم القومي بتاعي ان انا عامل توصيل، هروح للسجل المدني اقول لهم انا عامل توصيل، هيقول لي حاضر ولا يطلبوا مني حاجه؟ لا، هو حضرتك بتروح لجنه اسمها لجنه الخدمات الاداريه تبع القوى العامله، فهو في الاول هو اللي بيختم استماره الرقم القومي، وبعد كده يروح يطلع الرقم القومي، وبعد كده يروح للتامينات. حلو جدا. يعني دي السلسله، اول اروح القوى العامله وتتختم الاستماره بتاعتي، وبعد كده اروح على السجل، بقى كده عندي بطاقه مكتوب فيها ان انا عامل توصيل، اطلع على التامينات، فساعتها انا كده ابقى اتامن. وفي نفس الوقت احنا شغالين مع هيئه التامين الصحي الشامل، ان دلوقتي بنوعي العماله غير المنتظمه ازاي تتوجه للتامين الصحي عشان يعني تتلقى الخدمات بتاعه التامين الصحي في المحافظات اللي تم تطبيق فيها التامين الصحي. الى جانب هيئه التامين الصحي العام احنا بدانا نتواصل معاهم، وطلع قرار رئيس مجلس الاداره بان هو يغطي العماله غير المنتظمه، فهو لو راح امن على نفسه في التامينات برضه هيتغطى بتامين المرض، وبالتالي ينتفع بالرعايه الصحيه.
وساعتها يعني لا قدر الله لو في حاجه حصلت اتزحلق مش عارف ايه، حد غيط اتكسر عليه كلام من ده، هو يقدر يحصل على. وفي حاجه ثانيه كانت معالي وزيره التضامن اطلقتها، في حاجه اسمها معاشك بايدك، ده معاش تكميلي يعني اطلقناه لعمال الزراعه وحاليا اطلقناه لعمال التوصيل. معاشك بايدك ده معاش تكميلي، هو عباره عن وثيقه تامين بتغطي برضو مخاطر الاصابه او العجز الكلي او الجزئي، وفي نفس الوقت بتتوائم مع احتياجات عامل التوصيل، بمعنى ان هو ابلكيشن بينزل على الموبايل هو بيشترك فيه، هو اللي بيحدد قيمه اشتراكه وتوقيت السداد بتاع الاشتراك، يعني هو مش مطالب ان هو يسدده كل شهر، هو ممكن يسدده ربع سنوي او نص سنوي او سنوي او كل ثلاث سنين، هو اللي بيحدد، لانه عباره عن حساب ادخاري، كل ما هو يزود الاشتراكات اللي بيدفعها وكده بيحسن معاشه وبيكبره. في نفس الوقت هو اللي بيحدد امتى يدخل يشترك، يعني ممكن يدخل على 18 سنه، ممكن على سن ال 50 يشترك في المنظومه، وكمان بيحدد امتى سن التقاعد بتاعه، يعني هل يبقى 55 ولا 60 ولا 65، وكذلك بيحدد المده اللي هو بياخد بيها المعاش. فمعاشك بايدك يعني معاش تم تصميمه عشان يتناسب مع احتياجات العماله غير المنتظمه، لانها بتعاني في بعض الاحيان من نقص سيوله، مش طول الوقت هو متوفر عنده سيوله يقدر يوجهها لاشتراكات التامينات. طيب دكتور ميرفت، يمكن انا كنت حتى بقول انه، وكنت حضرتك موجوده معانا داخل الاستوديو، انه عمال البنى دول اثروا في حياتي تاثير جذري. فهل احنا كوزاره عاملين حاجه مثلا زي ما احنا بقى مفصلين شيء ما لعمال التوصيل؟ هل انا عامل حاجه مثلا لعمال البنى، للعماله الزراعيه برضو العماله غير المنتظمه في المزارع وما الى ذلك بالتعبير بتاع اهالينا يعني في الغيطان الى اخره؟ يعني معاشك بايدك ده معاش اتوجه اول ما اطلقناه لعمال الزراعه، فده اول نقطه. عمال الزراعه كمان متغطين بالتامين الصحي وبالتامينات الاجتماعيه، يعني اللي يمكن كتير مننا ما يعرفش ان قانون التأمينات الاجتماعية بيغطي العمالة غير المنتظمة. احنا عندنا اكبر ثلاث قطاعات تمثل حوالي 80% من العمالة غير المنتظمة، عمال الزراعة والصيد وعمال النقل وعمال التشييد والبناء، وعندنا كمان عمال اللي عاملين في مجال البيع والتجزئة، فالقانون بيغطيهم، وقانون التأمين الصحي الشامل بيغطي كل المواطنين، فبالتالي العمالة غير المنتظمة كمان متغطية. معاشك بايدك ده للعماله غير المنتظمه بنطرحه فئه فئه، يعني كل ما بندخل على قطاع نبدا نحاول ان احنا ننظمه، كمان بنطلق معاشك بايدك معاه بحيث ان هو يتم الاستفاده منه. فكل فئات العماله غير المنتظمه تحظى بالاهتمام وبمد منظومه الحمايه ليهم، يعني مش منظومه الحمايه مش قاصره على فئه واحده. فيما يخص عمال المقاولات، عمال المقاولات بالعكس ده هم متغطين كل حاجه، يعني هم متغطين ضد الشيخوخه والعجز والعجز الجزئي والكلي والوفاه، وكمان ليهم يعني حاجه اسمها بنقول ايه مكافاه نهايه الخدمه، ده نظام ادخاري بندخر للعامل بحيث ان هو لما يجي يتقاعد بياخد المكافاه بتاعته، ومتغطين بتأمين المرض، وفي ربط دلوقتي ما بين التأمينات الاجتماعية والقوى العاملة والتأمين الصحي، بحيث ان احنا بنسهل على العامل ان هو لازم في الاول بيدخل يعمل حاجة اسمها تحديد قياس مهارة، وده من خلال وزارة القوى العاملة، او بناء عليها بيطلع له الترخيص وبيتحدد الفئة بتاعته، وبعد كده تعمل له تأمين صحي عادي محدود المهارة، متوسط وعالي المهارة، وبعد كده بيدخل تأمين صحي عشان يحدد لياقته البدنية انه ملائم لهذه المهنة، وبعد كده بيدخل في التأمينات الاجتماعية. فالمنظومة دي حاليا بتتمايكن بحيث ان احنا بنيسر على العامل، بتجيله رسالة سواء بالميعاد اللي هو بيحدد فيه يروح للقوى العاملة او للتأمين الصحي. فالعمال المقاولات يعني من 2017 وهم يحظوا باهتمام شديد من سيادة الرئيس والوزارة وهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة القوى العاملة وكمان التأمين الصحي، يعني كانوا مهتمين جدا، وكان عندنا كمان حاجة اسمها وثيقة أمان، ودي كانت متوجهة لعمال التشييد والبناء، ده وثيقة ادخارية يعني للعامل وفي نفس الوقت معاه وثيقة تأمين على الحياة. طب اذا كان بسببه ما انا قلبت ماركت، طب خلاص كده هنرجع بقى احاول ابقى ليبرالي يعني بما انه الموضوع كده خلاص في التمام. طبعا لا، لكن طب والله السؤال، هو المذيعين في ليهم اي منظومه مكافئات نهايه خدمه مثلا نروح نشترك معاكم في حاجه؟
الموزعين على حسب بقى يعني هو زي الممثلين على سبيل المثال والفنانين يعني وما الى ذلك. الممثلين اعضاء النقابات احنا الفنية. عندنا نقابه يعني احنا عندنا نقابه خلاص هو وانس ما يعني هو الشخص عضو نقابه مهنيه وبيروح بكارنيه نقابه وبيبقى متامن عليه صاحب عمل فبالتالي ليه معاش وفي حاله العجز لا قدر الله او الوفاه ليه معاش يعني سواء تقاعد عند سن الشيخوخه او حصل عجز نتيجه اصابه حصلت خلال فتره العمل او انه يعني لا قدر الله حصل وفاه وفي نفس الوقت هم ليهم في المنظومه الرعايه الصحيه. اي حد عضو نقابه او اتحاد مهني او عمالي ده ان شاء الله لا خوف عليه. صح كده؟ اه صح. اللي هو متنظم. دايما طيب. المشكله بتبقى في عمليه التنظيم. يمكن اخر سؤال هساله لحضرتك النهارده بمعنى كلمه النهارده لان احنا اكيد هنتقابل كتير لانه ده موضوع بالنسبه لي ملف مهم الى ابعد الحدود ليا انا بشكل شخصي يعني. هل احنا كان عندنا الشكل ده من منظومات تامين دخل او حياه او معاش الخ 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 للعماله غير المنتظمه قبل كده زمان؟ يعني في قانون كان اسمه قانون 112 1980 كان يعني بعض الاحيان كان بيطلقوا عليه معاش السعادات. ده كان للعماله غير المنتظمه ولكن تم تطويره حاليا من اول 2019 مع القانون الجديد بمعنى انه حاليا دلوقتي العماله غير المنتظمه الدوله بتدعمها زيها زي صاحب العمل يعني انا لو صاحب عمل زي مثلا حضرتك ما قلت انا مثلا عضو نقابه مهنيه هروح بتامن عليا تحت فات اصحاب الاعمال ومن في حكمهم بدفع حوالي 21% من الدخل اللي انا بختاره حاليا العماله غير المنتظمه زيها زي صاحب العمل بتروح يدفع 9% والدوله تدفع له 12 فده اللي جديد ما كانش قبل كده في المنظومه بتاعه الرعايه الصحيه انا رفعت عن الكاهل بتاعه 12% أنا لا هو انا كمان ايه يعني هو كان قبل كده ملوش صاحب عمل فبالتالي الاشتراكات اللي كانت بتديها ضعيفه جدا وبالتالي المعاش ضعيف جدا طبعا. لكن حاليا لما زودت الاشتراكات بان انا خلقت حصه صاحب عمل بتتحملها الدوله وكده معاشه كبر حلو وقلت لي بقى وكمان ليه تأمين صحي وليه تأمين صحي حاليا يعني بعد الكورونا وكده وبدأ يحصل تنسيق وتعاون مع الهيئتين مع الوزارة ومع الهيئة التأمين الصحي ده ليه هو بس ولا هو مثلا والزوجة والأولاد لو بتكلم على التأمين الصحي الشامل هو للأسرة كلها حلو لأنه ده مفهوم التأمين الصحي بس الشامل بس ده في محافظات التأمين الصحي الشامل لكن بقية المحافظات التي لم يدخلها التأمين الصحي الشامل برضو النظام التأمين الصحي الموجود حاليا برضو بيغطي العمالة غير منتظمة بس بيغطي الفرد لأنه مش قايم على الأسرة هانت إن شاء الله إن شاء الله الكل. نورتينا وشرفتينا وأخرناكي وعطلناكي لا شكرا جزيلا وكنا زعلينك حاجة زي كده ولا لا إيه؟ ما تزعلش حد لا إطلاقا أبدا كله إلا اللي بيخافوا وبيشتغلوا على الغلابة والله بكلمك بجد حقيقي يعني من قلبي أشكرك جدا 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 يا دكتور ميرفت نورتينا وشرفتينا وزي ما أنا دايما أقول كده اللي يحب الغلابة ربنا يحبه والله العظيم ربنا يجازينا كلنا خير اللهم أمين اللهم طبعا أمين. الناس افتح لهم شباك ربنا هيفتح لك ألف باب كل الشكر للدكتور ميرفت صابرين مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي هذه الجملة ليست جملة علشان نقول لحضرتك تبرع بأي شيء إطلاقا تبرع لنفسك يعني من الآخر كده هتفتح شباك هيتفتح لك ألف باب مين اللي مستفيد؟ انت يا حلو خلصت الحلقة لحد كده لو كان لنا العمر ان شاء الله نقابلكم بكرة وبرنامجكم استنى ده انا بكرة طالع الغربية اعمل ايه الصبح هبقى احكي لك التاسعة عشان بس ابقى كملت الجملة سلامات